فور وصول طائرة الخطوط الصينية لمطار القاهرة الدولي وعلى متنها 144 راكبة إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 20 شخصا، تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة بتعقيم الطائرة وصعود فريق الطب الوقائي إلى داخل الطائرة لإجراء عملية الفحص الطبي بين الركاب، كما تم تعقيم حقائب المسافرين فور نزولها لمهبط المطار كأحد الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. يتم عمل سكرينينج على الطيارة من فوق على أساس أنه لو في أي حد حالة مشتبهة ولا حاجة ما تخشش الصالة وبتتحول دايركت على طول على المستشفى المعين. احنا عندنا النهاردة 144 راكب زائد 20 كرو بيتسحب لهم عينات تروح للمعامل المركزية عشان نتأكد من سلبية العينات بتاعتهم. لا قدر الله لو هناك أي حالة إيجابية بيتم عزلها فورا على مستشفى الحالة. بعد كده بيخلص هذا الفريق فلز جميع الركاب و بيجمع كارت المراقبة الصحية أو بطاقة الصحة العامة للركاب وبيتأكد أن البيانات كلها الموجودة على الكارت. بينزل الفريق ده بعد ما بيتكمل فرز الطيارة كلها بما فيهم طاقم الطائرة. كل الشنط اللي تنزل من الطيارة بيتم تطهيرها تحت على المهبط. فريق تطهير بيبقى موجود ومستني الشنط بعد النزول. كما تم تجهيز سيارات إسعاف ذاتية التعقيم ومجهزة لنقل الحالات المشتبه فيها بفيروس كورونا إلى مستشفيات الإحالة.